الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. الطيران فوق الغيوم في المنام، عندما يرى الرجل الصالح بأنه يطير فوق الغيوم، والله أعلم تكون إشارة أنه يسير في الطريق الصحيح لتقوى الله عز وجل. وقد تشير رؤية الطيران فوق السحاب تحذير للشخص بأنه يتوقف عن مجالسة أصدقاء السوء، والله أعلم. الطيران فوق القبور في المنام تكون إشارة أن الرائي والله أعلم يزور القبور ويقوم بالسحر، ويجب التوقف عن ذلك والله أعلم. أما رؤية الطيران فوق جبل في المنام والله أعلم يكون دليل على تطلع الرائي للعلو والحكم، وقد يصل إلى منصب عاليا بفضل الله. رؤية الطيران حتى يختفي الشخص بين السحاب والله أعلم علامة على اقتراب أجل الرائي. المرأة المتزوجة عندما ترى بأنها تطير بين السحاب في المنام والله أعلم يكون دليل على طموحها وإرادتها العالية. عندما يرى الشخص بأنه يتسابق مع آخر في الطيران يدل على انتصار الرائي على أعدائه والله أعلم. الطيران مع الزوج في المنام إشارة على المشاريع الناجحة التي سيقوم بها الزوجين وتعود بالفضل على الأسرة والله أعلم. رؤية الشخص المتزوج بأنه يطير مع زوجته في المنام إشارة على العلاقة الجيدة التي تجمع الزوجين في حياتهم والله أعلم. حلم الطيران مع الحبيب في المنام يدل على العلاقة الوثيقة التي تجمع الحبيبين والله أعلم. يشير حلم الطيران مع شخص تعرفه في المنام على الخير والمنفعة المتبادلة التي تعود على الشخصين وعلى كثير من الصفات المشتركة التي تجمع بينهم والله أعلم. رؤية الطيران فوق السرير وصاحب الرؤية خائف تكون تحذير من بعض الهموم البسيطة والمشاكل التي تلحق الرائي، وعليه الدعاء لله عز وجل برفع البلاء. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا أيضا قراءة سورة الملك ليلا فإنها تشفع لصاحبها إذا دخل القبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.